في عام 56 كان ثم في تونس 237 بار وفاتوا 300 بعد الاستقلال وتوا ولاو أقل بياسر في عاصمة فيها فوق من 3 ملايين سكان. وكليونات البيران يستهلكوا معظمهم البيرة المحلية سلتيا اللي نسموها الوطنية اللي توحد الناس الكل. والشيء اللي كانوا يمتازوا به بيران تونس هو الكمية اللي كانت تتعطى بلاش مع كل دبوزة سلتيا، حمص ولا فول مدمس يبوخ بالكمون، بسبس تري، سلطانية، سردينة مقلية ولا تريدة مونشتو توشوش، كاكي، زيتون، بابوش بالصالصة ولا بابوش بحر بيقرنو وغيره. وكانوا الناس يتعمدوا يمشيوا من بار البار على خاطر كل واحد يتميز بالنوع متاع كمية ويسميوها الجولة بين الحانات لا تورني دي سينيور. وبطبيعة الحال يروحوا شبعانين ومش محتاجين للعشاء. وهالبيران كانوا موجودين في شوارع تونس الكل، نذكروا منهم في الافنيو الكوك دور، الباري بار، الفريشو، شي ماكس، البراسري سويس، وفي ناج باريز شي بول ودون كاميليو، وفي الباساج نلقاو سولي لوفون والفلوريال واللوكيلوس الى اخره. وبخلاف الكمية اللي بلاش كانوا الناس ينجموا يشريوا صحن فريت ولا فرماج ولا قرنيت ولا مرقاز. هذا جو الشتاء، يجي الصيف والخلاعة الجو والقعدات الكل تولي في حق الواد، وكما يقولوا أولادها الحوت على أولاد لقولاد. ونسمع حق الواد وكمبلي بواسون عند بيشي وهاتي كاس الراح واسقني الأقداح.